بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات اقترح عليكم تصحيح الباك 2017، الدورة الاستثنائية، المادة الرياضيات، الموضوع الثاني والتمرين الثاني. أمامكم شاهدوا أمامكم نص التمرين من أوله، شاهده من أوله إلى آخره. أخذوا قسط من الوقت باه تشاهدوا كل الأسئلة المطروحة، وربما تجدوا أسئلة مستقلة عن الأخرى. نشرع في تصحيح هذا التمرين. وش يطلب منا؟ السؤال الأول: عين الحلين زاد واحد وزاد اثنين بدلالة ألفا. هاي المعادلة المطروحة، مدام هذه كثير الحدود، هذه درجة ثانية، إذن نحسب لها المميز نتاعها وهو دلتا. هي مسألة حسابات، دلتا في تعرفوه، وهذه A B C. دونك دلتا و B 2 ناقص 4 AC. بعد حساب دلتا نتوصل إلى نتيجة دلتا يساوي 4 إي مربع كوسينوس مربع ألفا. إذن جذر لدلتا هو 2 إي كوسينوس ألفا. نستعمل كذلك العلاقات الموجودة فيما يخص الجذور. زد أ هذه لا النتيجة هي 1 ناقص سينوس ألفا زائد إي كوسينوس ألفا، وزد 2 هي 1 ناقص سينوس ألفا ناقص إي كوسينوس ألفا، يسمى زد أ يعني موان بي زايد جذر 3 على 2 ألف إن أ. زد أ هي ناقص بي ناقص جذر 3 دلتا على 2 أ. هذه هي إذن هذا هو النتيجة. النتيجة هي لقينا الأول صح، 2 الجزء الأول وسؤال 2 نضع ألفا يساوي بي على 6. بين أن زد 1 أس 2017 زايد زد 2 2017 يساوي 1. لا نما علينا إلا أن نعوض ألفا بالقيمة تاعه بي على 6، كي نعوضها ولا هذه هي النتيجة. زد إذا تساوي 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2، وزد 2 هي 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2. هذا الشكل الجبري، هذا الشكل الجبري نحوله جذر إلى جذرة إلى شكل مثلثي. هذا الشكل المثلثي، هذا الشكل شكل المثلثي، هذا الشكل المثلثي. على بعد التحويل واش لان الطاوله اللي زاد هي 1، الطاوله اللي زاد 1 وزاد 2 هي 1. راكم تشوفوا كي نديروا الزد ا على اس 2017 لهنا تدخل
2017 داخل كوسينوس، ولا هنا داخل سينوس على حساب علاقة موفر. شوفوا الدرس واش مدنا، راكم تشوفوا لهنا مدنا 2 كوسينوس بي 3 مضروبة في 2 كابي ا، معناه 2 كوسينوس بي سي 3 زائد 2 كابي، معناه الكوسينوس بي على 3 هي 1 على 2، اذا 2 مضروبة في 1 على 2 تمدلنا 1، ولهنا توصلنا الى النتيجة المطلوبة. الجزء الثاني، السؤال الاول، اولا عين قيم العدد الطبيعي ان التي يكون من اجلها زد ا على زد بي اس ان عددا حقيقيا موجبا تماما. اولا نحسب زد ا على زد بي، نعوض بالقيمه زد ا وقيمه زد بي، وبعد نستعمل المرافق، المرافق لهذا، المرافق لهذا بعد التعويض وبعد الاختزال نتوصل لهذه النتيجه زد ا على زد بي. ولكن لما نكتفيش بهذه نحوس هذا الشكل الجبري، نحوله الى شكل مثلثي باه نستنتج الطاولة و الزاوية أو العمدة، نتوصل هذه النتيجة. إذا زد أ على زد بي هي كوسينوس 2 بي على 3 زائد إي سينوس 2 بي على 3. زد أ على زد بي أس أن هي كما راكم تشوفوا كوسينوس 2 بي أن على 3 زائد إي سينوس 2 بي أن على 3. إذا كان هذاك عدد حقيقي موجب تماما، معناه إذا هو حقيقي لازم يكون هذا هذا الجانب الخيالي ينعدم. إذا انعدم الجانب الخيالي للمركب اللي راكم تشوفوه واش يصرى؟ تقول او 2 ان يساوي 3 ك كهو عدد طبيعي، ونعرفوا 2 و 3 هما عددان أولين فيما بينهما. كيف عددان فيما معناه ان 3 يقسم ان، اذا ان تساوي 3 ك، هذه هي القيمة تاع ان. الجزء الثاني، السؤال الثاني، ليكن اس تحويل النقط الذي يحول النقطة ام ذات اللاحقة سات الى النقطة ام فتحة ذات اللاحقة زد فتحة، حيث زد فتحة يساوي 1 زائد زد ا مضروب في زد زائد 2 زد بي. عين طبيعة التحويل اس ثم حدد عناصره المميزة. التحويل اس هو التشبه المباشر، هذه هي النسبة، هي 1 زائد زد ا، العمدة هي argument العمدة 1 زائد زد ا، والمركز هو زد اوميجا يساوي 2 زد ا، معناه زد اوميجا هي ب على 1 ناقص أ. النسبة إذن هي القيمة المطلقة لواحد زائد زد أ هي جذر 3، العمدة راكم تشوفوا لهنا هي بي على 6، والمركز كما راكم تشوفوا هي واحد زائد جذر 3 إي، معناه زد سي، معناه اللاحقة لنقطة سي. الجزء الثاني، الجزء الثاني، السؤال الثالث، النقطة سي تنتمي إلى جاما، كيف؟ زد بي هاي القيمة تاعها إلى آخره، زد سي هذه القيمة تاعها، إذا المرافق لزد سي هو 1 ناقص جذر 3 على إي، و زد المرافق زد سي لسي ناقص زد بي هي هذه العبارة، هذه العبارة هذه، الزاوية لهذا
الزاوية لهذا العدد المركب هي بي ناقص بي على 3. إذن العمدة لزد سي مرافق زد سي ناقص زد بي يساوي ناقص بي على 3 زائد دو كابي، وهذا هو المطلوب لأن لقينا هذا النتيجة هذه. إذن سي فعلا ينتمي إلى جاما. طبيعة جاما وإنشاؤها، هاي طبيعة جاما، سي ينتمي إلى جاما، أ استثناء ما يدخلش في هذه المعادلة، لأن كون أ نديرو لهنا زد أ لن تولي صفر لهنا، معندهاش معنى. إذن أ باستثناء، إذن جاما هي نصف المستقيم أ سي، ولكن باستثناء النقطة أ. وهكذا انتهينا من تصحيح التمرين، وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.